بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، اليوم إحنا هنتكلم عن موضوع قسم الحسابات الجارية. قسم الحسابات الجارية. طبعاً هنا قسم الحسابات الجارية يا شباب، ما هو الحساب الجاري؟ ما هو تعريف الحساب الجاري؟ لما يجي نعرف الحساب الجاري بنقول هو عقد اتفاق بين بتكلم عن حساب جاري مصرفي بين البنك والعميل. بين البنك والعميل يتفقان على أن يسلم كلا منهما دفعات نقدية أو أموال. تمام؟ تسجل في حساب الدافع، ودينا على القابض على أن يكون الرصيد النهائي دينا مستحق الأداء. نرجع ثاني، عقد اتفاق بين البنك والعميل، يتفقان على أن يسلم كل منهما دفعات تسجل في حساب الدافع ودينا على القابض على أن يكون رصيد النهائي دين مستحق الأداء. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا لو أنا اليوم أودعت أموال في البنك، معناته البنك يلتزم أمامي بأنه يقوم برد الأموال المدفوعة للبنك عند الطلب. طب هنا يكون الرصيد النهائي دينا مستحق الأداء. معنى الكلام هذا لو أنا دفعت دفعات البنك على فترات، لا أستطيع أن أطالب البنك بأنه يرد لي الأموال حسب الدفعات اللي أنا دفعتها، لا، حسب الرصيد النهائي. إن أنا دفعت 1000 4000، أنا بطالب البنك بال4000، بطالبش البنك يدفع لي الدفعات كما هي. تمام هيك؟ تمام. هاي تعريف الحساب الجاري. شباب، التعريف هذا يشمل حاجتين: حسابات جارية دائنة، حسابات جارية مدينة. كيف؟ الحساب الجاري الدائن هو أنا حسابي في البنك، إلي أموال في البنك، فأنا بالنسبة لي أموال ملك إلي موجودة في البنك، فهي دينا لدى البنك، دينا لدى البنك، فالبنك ملتزم إنه يرد لي هذه الأموال حين الطلب. عشان هيك رصيد حسابي في البنك بيكون في جانب الالتزامات. في حين النوع الثاني هناخده قدام، بس بناخد ايش؟ نبذة عنه. حسابات الجارية المدينة، ف
فهي انا ما فيش الي حساب في البنك، انا الي حساب ما فيش الي رصيد في البنك. فانا بناء على عقد اتفاق بيني وبين البنك بطلب من البنك يسلفني نقد، يسلفني نقد. هذا النقد، هذا النقد دينا علي لصالح مين؟ البنك. فهو يعتبر بالنسبة للبنك في جانب الأصول، في جانب الأصول، في جانب إيش؟ الأصول. فهي أموال البنك معايا، أنا هنا الدائن. إذا هذا هل أنا بأخذ المبلغ في صيغة السلف؟ ولكن السلفة تختلف عن القرض، إن القرض مبلغ معين، هنا بأخذ السلف على دفعات. إلى رصيد اللي سقف ائتمان معين ممنوع تجاوزه. وبنسمي الحساب هذا السحب على المكشوف. سحب على ايش؟ على المكشوف. تمام هيك؟ تمام. إذا نرجع ثاني، عقد اتفاق بين الطرفين هو البنك والعميل، يتفقان على أن يسلم كل منهما دفعات تسجل في حساب الدافع. طيب بالنسبة للحساب هذا أنا الدافع، أنا الدافع، دافع للبنك. طب بالنسبة للحساب هذا البنك هو الدافع إلي، فحسجل في حساب مين الدافع؟ إذا في الحساب الأول أنا الدافع، في الحساب الثاني البنك هو الدافع دينا على القابض. هنا حساب الجار الدائن هذا، فهو مين المستدين مني؟ مين مستدين الثاني؟ البنك مستدين مني، فدينا على القابض. مين قبض؟ البنك. لكن الحساب هذا انا القبضت فدينا علي. هاي صيغه التعريف. وفي اخر شيء المطالبه تتم على اصل على رصيد النهائي للحساب، فهو دائما مستحق الاداء. وضح التعريف هذا، انا جبت الكلام هذا عشان التعريف هذا مبهم نوعا ما، اذا فهذا الشرح هو توضيح التعريف هذا. والنسبه للجار الدائنة الذين حنخذها قدام. تمام. طيب في عندي قبل ما نبدا نكمل، في عندي حاجه اسمها الشيك. ايش هو الشيك؟ الشيك يا شباب اداه ائتمان وفاء، اداه ائتمان او اداه وفاء. طيب اداه ائتمان يستخدم للسحب من الحساب الجاري، تستخدم للسحب من الحساب الجاري. فهو أمر صادر من الساحب. من هو الساحب؟ هو صاحب الشيك. شباب انا اكون عندي حساب جاري، استطيع من خلال الحساب الجاري يكون في عندي رصيد، اطالب البنك، اقول البنك اعطيني دفتر شيكات. الدفتر بناء على الحساب الجاري استطيع اخذ ايش؟ دفتر شيكات. ليش؟ لتسهيل المعاملات. انا مش معقول اكون تاجر ويكون معايا إلي أموال بالبنك، أروح عشان أنا بدي أشتري بضاعة أحمل مصاري بجيبتي، لا، أنا يكون معايا دفتر شيكات أضمن إلي علشان ما يصيرش عندي أي سرقات الأموال اللي معايا أو ضياع، فبعمل دفتر شيكات، بتوجه دفتر الشيكات وين أنا ما بدي، لما أشتري بضاعة بروح بأصدر إيش؟ شيك.
أنا أقوم إصدار شيك. إذا أنا السائل، أنا إيش؟ المصدر الشيك هو السائل. مصدر الشيك هو السائل. إذا أنا صادر من السائل، أنا صاحب الشيك اللي أنا إلي رصيد حساب جاري. إلي رصيد، أنا صاحب الشيك إلي رصيد حساب جاري. بأمر مين؟ أمر صاحب المسار إلى المسلوب عليه. مين هو المسلوب عليه يا شباب؟ هو البنك. هو البنك بالدفع إلى الشخص المستفيد، بيدفع إلى الشخص المستفيد مبلغ شخص مستفيد أو شخص لحامله، إذا ما كانش مكتوب اسم الشخص بالضبط، مبلغ معين، مبلغ ما. طبعا المبلغ هذا مثبت في الشيء، مثبت في الشيء بمجرد الاطلاع. مجرد ان انا اسلم الشيء للبنك، البنك ايش؟ بده يقوم بصرف قيمة الشيء. تمام هيك؟ إذا نرجع تاني، قلنا حساب الجاري هو حساب، أنا إلي في البنك حساب جاري بضبط من خلاله الراتب بتاعي، كويس؟ إذا أنا بطالب البنك إنه يعطيني أموال بتاعتي. طيب إذا هو عقد اتفاق بين البنك والعميل، يتفقان على أن يسلم كل منهما الدفعات تسجل في حساب الدافع. مين الدافع؟ أنا. مصاري دخل في حسابي، أنا طور الدافع. دينا على قابض، مين قابض بالنسبة لي؟ البنك، على أن يكون الرصيد النهائي دينا مستحق الأداء. دينا مستحق إيش؟ الأداء. قلنا إنه حسابي الجاري، أنا اللي حساب جاري، أستطيع أطلب من البنك من خلال تقديم طلب إلى البنك، أطلب من البنك يا بنك أعطيني ضغطة شيكات، أعطيني ضغطة شيكات. الضغطة هذا لما أقوم ب تعبة أول شيك، الشيك من ضغطة الشيكات، فأنا بقول أنا مصدر للشيك هذا، فأنا الساحب، بسحب على نفسي، أنا الساحب. لمين أصدر الشيك؟ لطرف ثاني، لطرف ثاني اللي هو المستفيد، اللي هو قد يكون زبون، تاجر، ما شابه، كويس؟ طبعا الشيك هذا لما أنا مصدر، لمين بتوجه؟ بتوجه إلى البنك اللي هو مسحوب عليه. عشان هيك في ضغط الشيكات، ضغط الشيكات موجود كلمة ادفعوا لأمر فاضي المبالغ أدنى، فهو أمر. إذا ادفعوا لأمر، فهو هنا أمر، أنا بأمر البنك إنه يدفع. لمين؟ لشخص ما، محمد مثلا. اذا نرجع نقول اداه الثمن هي يستخدم الساحب في الحساب الجاري، تعريفه ان هو تعريف هو امر صادر من الساحب الى المسحوب عليه هو البنك بالدفع الى شخص المستفيد، او اذا كان مش مكتوب الاسم لاي شخص لحامله، اللي هو بكتب بدل بكتب اسم شخص بكتب ايش؟ لحامله. اي انسان تحصل على هذا الشيء تستطيع التوجه الى البنك وصرف قيمته. مبلغ ما طبعا محدد مكتوب بالحروف والارقام بمجرد الاطلاع. اطلاع مين؟ اطلاع البنك. مجرد البنك يطلع على الشيء وتاكد منه، يدقق الشيء وتأكد من التوقيع،
ويتأكد وجود رصيد كافي يستطيع يلتزم البنك بالدفع في أشهر. تمام كده؟ تمام. طيب ما هي وظائف قسم حسابات الجارية؟ شباب وظيفة قسم حسابات الجارية، أنا عميل جديد بتوجه إلى البنك إلى قسم حسابات الجارية، أطلب منه فتح حساب جاري، فيقوم البنك بدفع حساب جاري إلي أنا كعميل. أنا العميل شخص، قد يكون فرد، قد يكون مؤسسة، شركات، جمعيات، أي إن كان لهم شخصية سواء كان طبيعية أو اعتبارية. البنك أو المصدر يطلب تعبئة طلب فتح حساب جاري مع إحضار الثبوتيات اللازمة، سواء كان بالنسبة للشخص صوت هوية، بالنسبة للشركات مستندات لازمة كعقد اللي هي نسميه سجل تجاري والتوقيع وكتاب للشخص المخول بفتح الحساب. تمام هيك؟ تمام. طبعا هنا يستخدم هذا الحساب للإيداع والسحب وقت الحاجة. طيب من خلال فتح حساب يستطيع قبول الإيداعات، قبول الإيداعات، إيداعات سواء كان نقدا، شيكات، أموال منقولة، ما شابه. تمام. وظيفة قسم بضاعة دفتر شيكات، طباعة دفتر ايش؟ شيكات، حفظ تواقيع العملاء. طبعا هنا لما افتح دفتر حساب جاري بطلب من عميل انه يوقع على طلب ويحدد فيه التوقيع اللي سوف يعتمد في المعاملات المصرفية، إعداد كشوفات حساب. العميل إذا طلب كشف حساب أنا بلتزم كموظف في قسم الحسابات الجارية إنه إيش؟ أعطي الموظف الكشف. إذا كان فيه احتساب العمولة وإذا كان فيه فوائد احتساب الفوائد. تمام كده؟ تمام. أكثر من هيك أنا ما بديش. خلينا نبدأ سوا في المعالجة، معالجات المحاسبة. وأول معالجة نستخدمها هي موضوع الإيداعات. في المحاضرة هذه هتكون عن موضوع إيش؟ الإيداعات. المحاضرة الجاية هنتكلم عن المسحوبات والتحويلات. تمام كده؟ تمام. أول إيداع، إيداع نقدي. كيف أنا بأودع أموال نقدية في حسابي الجاري؟ أنا كعميل بتوجه إلى البنك إلى قسم الخزينة، بقوم بتسليمه مبلغ مطلوب إيداعي كويس،
وأعطيه رقم حسابي واسمي لكي يقوم بإيداع المبلغ في حسابك. فيقوم يتم تسليم موظف الخزينة قيمة النقد المطلوب إيداع. يقوم الموظف بعد العد بإدخال المبلغ في النظام المحاسبي، ثم يقوم باستخراج قسيمة إيداع نقدي. القسيمة هذه تستخدم في المعالجة في إثبات المعالجة المحاسبية، تمام؟ القسيمة هذه يا شباب بناء عليها ترسل إلى قسم حسابات الجارية لإضافة القيمة في حساب جاري العميل من خلال دفتر أستاذ مساعد، دفتر أستاذ مساعد، تمام كده؟ كما ترسل نسخة من قسيمة الإيداع إلى قسم الخزينة لإثبات العملية في دفتر خزينة رئيسية، تمام؟ ملاحظين؟ العملية هذه هتأثر على الطرفين، على الحسابات وعلى دفتر اليومية، على قسم الخزينة. ثم ترسل القسيمة إلى قسم التدخير للتحقق منها. بعد هيك ترسل نسخة القسيمة إلى قسم الحسابات لإثباتها في دفتر اليومية العامة. طبعا هنا دفتر اليومية العامة ما بروحش قسيمة إيداع واحدة، قسيمة إيداع وكشف بالقسائم، أكشف كامل بالقسائم اللي ايش حتم إثباتها. عشان هيك أنا في الدفتر اليومية العامة أو المركزية هنثبت بالإجمالي. فهنقول من حساب الخزينة إلى حسابات جارية دائمة. ملاحظين إذا معناته الخزينة هيدخل أموال، خزينة مدينة، خزينة طبيعتها مدينة أضيفت القيمة إليها فبقت مدينة، فأخذت حركة مدينة لأن هنا خزينة هي الآخر، وأنا صاحب الحساب أنا العاطي، عاطي مين؟ البنك أو الخزينة، تمام؟ فأقوم حساب الخزينة لحسابات الجارية، فهل الأموال أصبحت موجودة في البنك يقابلها دائنة على البنك، فهي فهل جانب الالتزامات وهل جانب ايش؟ الاصول، تمام؟ تمام. فهي الاداء النقدي، اذا الاداء النقدي نختصره لما اجي اقول لك هناك ايداعات نقديه بقيمه 1000 دينار معناته هقول من حساب الخزينه الى حساب حسابات الجاريه. لو قلنا هنا بلغت الايداعات النقدية 1000 دينار،
لو واحد بدي افهم انه مبالغ مودعه في حساب جاري العميل، في حساب جاري العميل لحل الأسهم، مبالغ مودعة في حساب جاري العميل، مبالغ مودعة في حساب جاري العميل، فأقول هنا ألف ألف ألف. تمام يا كيف؟ تمام. هيك تكون أثبتنا عملية الإيداعات النقدية، وتبقى علينا موضوع إيداعات بالشيكات. إيداع شيكات. طيب إيداع شيكات يا شباب، هان عندي أربع حالات لإيداع الشيكات. إيداع وألف ناخذ كل حالة، إيداع شيكات مسحوبة على عملاء لهم حسابات جارية في نفس البنك، يعني عملين موجودين، طرفين طرفين المعاملة موجودين في نفس البنك. أنا عند هاي البنك الساحب والمستفيد، الاثنين موجودين في نفس البنك لهم حسابات جارية دائمة في نفس البنك. هاي معنى الكلام. فهان حناخذ من الساحب وحنحط في حساب المستفيد. فالساحب له حساب جاري، حساب جاري دائم حيزيد، اسف حينقص، والمستفيد له حساب جاري دائم حيزيد، له حساب جاري دائم حيزيد. تمام هيك؟ طبعا هنا يا شباب اول شيء لما العميل توجه الى البنك لإيداع قيمة الشيك في البنك، يقوم الموظف بالتحقق من الشيك من حيث التوقيع، سلامة الشيك، توقيع رصيد، أن العميل في له رصيد يسمح بالسحب منه، والكلام. لأجل أنا هخفض من حساب الساحب حط حساب إيش؟ المستفيد. طيب الحين يرسل الشيك الى قسم العملاء للاضافه للمستفيد والخصم من السابق، والخصم من السابق. تمام؟ تمام. طبعا هنا شباب قبل ما ارسل يتم اصدار قسيمة ايداع شيك. بعد قسيمة ايداع شيك ترسل الى قسم العملاء لكي يضيف حساب المستفيد ويسهل يتم خصم حساب السائل. تمام كده؟ تمام. طيب يرسل الشيك ونسخة من قسيمة
الإداء إلى قسم التدقيق لأجل التحقق من صحة المعاملة. بعديها ترسل كشف، يرسل كشف بشكل المطلوب إثباتها في دفتر اليومية العامة، دفتر اليومية العامة. يعني أول خطوة 2 3 4. ترسل كشف الشيكات إلى قسم المحاسبة العامة لإثبات العملية في دفتر يومية العامة. القيد التالي من حسابات جارية دائنة إلى حسابات جارية دائمة. واحد حيقول لي يا أستاذ ما هو طرفين نفس الحساب. لا يا عمي، صحيح طرفين نفس الحساب، ولكن هذا حساب حيزيد وهذا حساب حينقص. لازم إنه تثبت عملية بشكل تالي. لازم تثبت عملية بالشكل التالي. خلصنا هذه، نجي للحالة الثانية ب إداء شيكات مكتوبة على عملاء لهم حسابات جارية في فرع البنك. نفس الشيء يا شباب، ولكن في حسابين، حسابات جارية 2. حساب جاري عندي لأن أوقع قيمة الشيك فيه، وحساب جاري الثاني في الفرع، الفرع اللي هو حيقوم بالخصم من حساب جاري أنا عندي. فعشان هيك سوف يقول حضيف إلى الإجراءات السابقة بإرسال صورة عن قسيمة الإيداع للبنك إلى الفرع البنك لكي يقوم بالخصم من حساب جاري العميل لديه. فهنا حصير على اعتبار ان هناك استقلالية في نظام المحاسبة، فحنقوم بحساب الفرع، مش هروح اقصد من حساب جاري الفرع مباشرة، لا، حبعت كتاب او قسيمة إيداع الى الفرع لكي يقوم بالخصم حتى يكون تنظيم للمسألة ايش؟ للمعالجات المحاسبية. حسابات جارية دائما، أنا كل اللي سويته أضفت قيمة الشيك في حساب جاري العميل، أضفت قيمة الشيك في حساب جاري العميل، وأطلب من الفرع إنه يخصم من حساب جاري عملائي بالقيمة. تمام. اللي بعد جيم إيداع شيكات مسحوبة على عملاء له حساب جاري في بنك آخر داخل المدينة. ايش يعني حساب جاري في بنك اخر داخل المدينة؟ اي هناك غرفة مقاصة
تتوسط ايش؟ البنكين. معناته سوف يرسل الشيك الى قسم المقاصة لكي يتخذ اجراءات التخصيص. تمام هيك؟ فحنقوم بالقيد التالي: من حساب شيكات برصد تحصيل إلى حسابات جارية دائمة، إلى حسابات جارية دائمة. وحننتظر بعد يوم يومين يقوم مندوب البنك بالذهاب إلى غرفة المقاصة، إلى جلسة غرفة المقاصة لأجل تحصيل قيمة الشيك من خلال البنوك الأخرى. إذا تم تحصيل فبعمل عندي قيد واحد اللي هو من حساب البنك المركزي إلى حساب شيكات عند تحصيل، هنقول من حساب البنك المركزي إلى حساب شيكات رصد. طبعا بعمل قيد هذا يا شباب على اعتبار انه ما فيش الا الشيك الوحيد اللي هو دخل جلسه غرفة المقاصة. تمام؟ ما فيش شيكات ثانيه. حدش طالبني ولا شيء. فبعمل قيد على اعتبار كده. تمام كده؟ تمام. دال إداء شيكات مسحوبة على عملاء لهم حسابات جارية في بنك آخر ولا يوجد فرع لدينا هنا خارج طب بلاش ده خارج المدينة مع وجود فرع لدينا هنا. إذا في فرع إيش قلنا هنا خارج المدينة يعني لا توجد غرفة مقاصة تتوسط يعني برا المنطقة الجغرافية لغرفة المقاصة المشتركة. تمام؟ معناته هيك ما دام في عندي فرع فهطالب الفرع انه يقوم بتحصيل قيمة الشيك. طيب اخر قيد جيم دال هاء اذا شيكات مسحوبه على عملاء خارج المدينه ولا يوجد فروع لدينا هنا خارج المدينه ولا يوجد فروع لدينا هناك. هنا في هذه الحالة حيقوم البنك بنفسه بالتواصل مع البنك لأجل عمل مقاصة والتقسيط. هنا هنقول من حساب البنك المعني إلى حسابات جارية دائما هنحصل بنفسنا. تمام هيك؟ هذا موضوع الإيداعات.
هنتوقف هنا حتى ناخذ المسحوبات، بعدين ناخذ تمرين، نحل تمرين او اثنين او ثلاثه حسب ايش المصلحه، حسب ايش الحاجه الى ذلك. وهنا يعطيك العافيه، لو ملاحظين يا شباب المساله بسيطه جدا، ملاحظين انه في كل الادعاءات، في كل الادعاءات بنقول الى حسابات جاريه دائمه، الى حسابات جاريه دائمه، والطرف الثاني مين يكون حسب السؤال. اذا دائما نقول في حاله الاداء بنقول من حساب سوى فاضل الى حساب حسابات جاريه دائمه فقط لا غير. هاي قيد هذا التسهيل وتبسيط المساله خلص. طيب اذا انت عرفت انه في ايداع للعميل، معناتها اقول الى حساب حسابات جاريه دائمه، والطرف الاخر حسب السؤال ايش موجود فيه. تمام هيك؟ اذا احفظوها في حاله الايداع بقول الى حساب حسابات جاريه دائمه، اذا كان انا عندي شيك او نقدا دائما بقول الى حساب حسابات جاريه دائمه. تمام هيك؟ هذا احفظوها، اهم هذا خلاصه موضوعنا، من حساب الى حساب حسابات جاريه دائمه. بعدين باخذ المساله وبشوف انا ايش محتواها وبضيف القيد المدين حسب المساله، سواء كان فرع او حساب جاري دائم نفس الفرع او نفس البنك او شيكات مقاصه او بنك خارج المدينه وخلاف ذلك. يعطيك العافيه.